صوت حبيبي. ربنا جايز يكلمك بأنواع وطرق شتى، جايز كلمة في كتاب هي صوت الله إليك، جايز كلمة يقولها واحد في الشارع يبقى صوت الله إليك، جايز كلمة في كنيسة وهي صوت الله إليك، جايز كلمة من صديق، جايز كلمة من عدو، الله ممكن يوصل صوته بأنواع وطرق شتى. المهم إنك أنت تميز، تستطيع تفرز وتقول صوت حبيبي. هو ده صوت ربنا، ده هو ده صوت ربنا. جايز مرض من الأمراض يشتد عليك وتلاقي صوت ربنا صادر إليك من قلب المرض. جايز تجربة، جايز ضيقة، جايز تعب، جايز مشكلة، وفي وسط الضيقة، في وسط المشكلة، في وسط التعب، تلاقي صوت ربنا جاي لك وتقول صوت حبيبي. ربنا بيقول لي كذا، ربنا بيقول لي كذا. صوت الرب جايز يتكلم في أذنيك بصوت واضح، وجايز يتكلم في أعماق قلبك، في ضميرك، في داخلك من جوه، يقول لك لازم تعمل كده. ارجع عن الحتة دي، ابعد عن هنا، غير هذا، بدل ذاك. صوت حبيبي. صوت ربنا بيجي كتير، تلاقي نفسك تعبان في ضيقة من الضيقات، ووسط ما انت تعبان تسمع صوت في ذهنك لا تخف أنا معك، تلاقي صوت في ذهنك الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، لا تضربك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. تقول صوت حبيبي هو زآت طافرا على الجبال. ما تيأسي، ما تتعبشي، صوت حبيبي. ما أجمل إنك تسمع صوت حبيبك وهو بيقولك نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. هو ده صحيح صوت حبيبك، هو ده صحيح صوت حبيبك، الصوت المفرح المملوء بركة. صوت حبيبي. ميز صوت الله إليك ونفذ صوت الله إليك، وباستمرار قل له يا رب عرفني طرقك، فهمني سبلك، أنا عايز أسمع صوتك، أنا عايز أسمع صوتك. صوتك في أذني كالعسل والشهد في فمي.
الليالي ارفعوا أيديكم أيها القديسون وباركوا الرب.